السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة ميكانيك وكهرباء السيارات اليوم سنتعرف على طريقة تركيب ريموت كنترول فتح وغلق السيارة عن بعد فقط والتعرف على طريقة شبك اسلاكه بالطريقة الصحيحة وكذلك سنتعرف على كيفية معرفة الاسلاك التي سنحتاج اليها في السيارة في عملية الفتح والغلق أي هل تفتح السيارة بشحنة موجبة او بشحنه سالبه او ستحتاج الى شحنه سالبه وموجبه للفتح والغلق طبعا هذا ريموت عادي للفتح والغلق فقط سنتعرف على اسلاكه طبعا اخواني هذه هي اسلاك ريموت كنترول تكون بهذا الشكل عندما تشتريها تقوم بفتحها بهذا الشكل وسنتعرف على اسلاكها هاته هي الاسلاك عند شبكة فقط نقوم بشبكها بالريسيفر بهذا الشكل ونتعرف على هذه المداخل اخواني لو نلاحظ هنا سلك ابيض به خط اسود طويلان هاد هذا خاص بالفتح والغلق الابواب ثم يوجد لدينا سلكان اصفران سلك اصفر وسلك اصفر به خط اسود قصيران وكذلك نجد سلكان برتقاليان واحد برتقالي وواحد برتقالي به خط اسود يعني اثنان باللون الابيض واثنان باللون الاصفر واثنان باللون البرتقالي هاته الاسلاك الخاصه بالفتح والتسخير وسنجد هنا سلك اسود نعطيه اشاره سالبه مباشره من جسم السياره او من البطارية مباشرة هذا يركب مباشرة مع جسم السيارة وهذا السلك الأحمر إخواني الذي به فيوز يركب مباشرة بموجب البطارية أو موجب أتحصل عليه في أسلاك سويتش السيارة عندما أقوم بنزع المفتاح من السيارة وأضعه جانبا أقوم بفحص الأسلاك عندما أجد سلك به موجب مباشر ويكون في عادة سميك نقوم بربط هذا السلك به ثم يتبقى لي هذا الاحمر هنا احمر به خط اسود هذا يشبك مباشره اخواني مع زر باب السائق عندما نقوم عندما يقوم اي شخص بفتح السياره بغير الريموت سيستغل جهاز الانذار لكن هذا هذا لم ياتي به جهاز انذار لكن تستطيع تركيبه اخواني معه يتواجد لدينا كذلك سلكان بنيان هذان السلة البنيان يذهبان مباشرة إلى الإشارة وغمازات السيارة نقوم عند تركيبهم عندما نريد تركيبهم نبحث بجانب ديكور السائق الباب السائق نقوم بنزع الغطاء ونبحث في الأسلاك أقوم بتركيب لمبة الفحص وسأريكم كيف يتم ذلك في الدرس المقبل نأتي بلمبة الفحص مثلا وأضعها بجسم السيارة سالب وأقوم ب بتنزيل الإشارة إلى اليمين وأقوم بفحص الأسلاك إلى أن أجد سلك تغمز به لمبة الفحص أعرف أنه ذلك السلك أقوم بشبك سلك به وأرفع يد الإشارة إلى الأعلى وأقوم بتفحص الأسلاك كذلك لأجد السلك الثاني المار إلى الغمازات الأخرى وأقوم بشبك به السلك الآخر يتبقى لي هنا السلك الأخضر هذا خاص بوحدة رفع الزجاج والسلك الوردي خاص بالمنبه ساقوم بتركيب هذا المنبه لكن لم ياتي معه لكن سأريكم كيف يركب مع الريموت كنترول هذه هي اسلاك السياره اخواني يتبقى لي هذا الجمبر لو نلاحظه نقوم بنزعه ثم ترجعه اذا قمت ب اذا كان مركب بهذا الشكل عندما تضغط على الريموت ستفتح بسرعه في رمشة عين وعندما ت... نقول في 0.5 ثانيه وعندما نقوم بنزعه س... عندما تضغط تقوم بالغلق لكن يبقى تبقى مثلا الاشاره موجبه بذلك بالمحرك مده ثلاث ثواني تقريبا ثم تنزع عليه الاشاره هذا الجنبر اخواني عندما نقوم بنزعه ثلاث ثواني اذا اردت نزعه يركب فقط بسيارات الابيزا و البي ام دبليو تقريبا بعض السيارات المحركات بها ثقيله اقصد هذا المحرك به ثقيل عندما يقوم بجذب السياره يحتاج الى وقت لكي يعمل ولهذا تنزع هذا الجمبر لكي يعطي فرصه للمحرك لكي يغلق وهذا الزر اخواني للراست طبعا اذا سنقوم بعمليه التركيب ومعرفه كيف نقوم بمعرفه هذه الاسلاك هاتي الاسلاك اخواني لو اردنا تركيب ها هي اللي ها هي مع كيف اعرف ان السياره تشتغل قلنا على اشاره موجبه او سالبه او اشاره سالبه وموجبه نذهب اخواني الى باب السائق ونعرف تجد به اسلاك خارجه منه في بعض السيارات تجد فقط سلكين يخرجان من باب السائق من للمحرك يعني هذا يحتاج فقط لاشاره سالبه وموجبه لكن اذا وجدت عده اسلاك خمسه تخرج من هذا المحرك فاعرف انه يا اما يشتغل على اشاره سالبه او اشاره موجبه اذا كان يشتغل على اشاره موجبه مثلا كيف افحص اقوم بربط لمبه الفحص بجسم السياره ونعطي هذا مثلا سالب وهذا نضع على السالب ونقوم بفحص الاسلاك الخارجه من باب السائق نقوم بعمليه الفحص بهذا الشكل اذا صعد معنا المحرك اذا عمل المحرك وموضوع بجسم السياره فنعرف ان المحرك إن السياره تحتاج الى شحنه سالبه ثم نذهب الى نتحقق من السلك الثاني اذا غرزناه في السلك يرجع المحرك ويغلق نعرف انه يحتاج الى اشاره سالبه اما اذا كان يحتاج الى اشاره موجبه لم يعمل معك لم تفتح السياره مثلا عندما كنت بهذا الشكل بجسم السياره وضعت بجسم السياره وفحصت الاسلاك ولم يعمل معك المحرك لم تفتح السياره ولم تغلق اقوم فقط بتوجيه هذا لمبه الفحص الى موجب بطاريه السياره ثم نقوم بفحص الاسلاك ستفتح السياره معي وتغلق ساعرف ان السياره تحتاج الى موجب الى اشاره موجبه اما اذا قمت مثلا بفحص السياره بهذا الشكل وضعت فتحت مثلا بهذا السلك وجدت هذا السلك تفتح مرت على الاسلاك الاخرى لم تغلق السياره تعيد نقل هذا السلك الى هنا الى الموجب وتبحث ستجد سلك به اشاره سيرجع المحرك وسيغلق وهنا يحتاج الى اشاره موجبه سنعطيه اشاره موجبه فقط بهذا الشكل نكون قد انتهينا من تحديد الاشاره الموجبه او السالبه للمحرك نتوجه الآن كيف نعرف هنا كيف نعطي الأمر لهذه لهذه الأسلاك هذه أسلاك الفتح هو إخواني التي نركبها مع المحرك يعني هنا إذا أعطيناها إشارة سالبة ستشغل ستعطينا إشارة سالبة إذا أردت أن تخرج لنا إشارة موجبة تخرج لنا اشارة موجبة واذا اردتها تخرج لنا اشارة سالبة وموجبة تخرج لنا اشارة سالبة وموجبة بالتحكم بهاته الاسلاك اذا ما الذي سنعمله سنقوم بتجريح هذه الاسلاك بعدما قمنا بعملية تجريح الاسلاك اخواني قلنا نقوم بربط الموجب الموجب مباشرة موجب البطارية ها هو موجب سنقوم بربطه بهذا الشكل او تقوم بربطه قلنا بتنزع مفتاح السياره وتقوم بالبحث في الاسلاك الخارجه من السويتش الى ان تجد موجب سلك دون ما يكون احمر سميك تاخذ منه اشاره موجبه ثم السالب نقوم بربطه بجسم السياره بهذا الشكل إذن هنا نريد إخراج إشارة يا إما سالبة سالبة هنا عند الغلق تخرج لنا إشارة سالبة هنا وعند الفتح تخرج لنا هنا إشارة سالبة وإذا أردت تخرج هنا إشارة موجبة وعند الغلق تخرج هنا إشارة موجبة وإذا أردت تخرج هنا إشارة موجبة وسالبة عند الفتح وعند الغلق تقلب الإشارة وتصبح هنا سالبة وهنا موجبة نأتي فقط ب إذا أردنا تخرج لنا اشاره سالبه نقوم بربط الاسلاك الاصفران الاصفر والاصفر بخط اسود اقوم بربطه مباشره مع السالب بهذا الشكل وهنا سنحاول ثم نقوم بشبك قلنا الان تخرج لنا اشاره سالبه يعني لمبه الفحص ساقوم ب وضعها بالموجب وسنلاحظ انظروا هنا عطتنا اشاره اذا مررت الى هنا تعطينا اشاره هنا انظر هنا بمعنى ان اشاره سالبه تعطيها بهذا الاسلاك اذا اردت ان تخرج لنا اشاره موجبه اقوم فقط بهذا السلك النزعي من هنا واقوم بوضعه بالموجب ثم ارجع لمبه التحصيله السالب لكي اتحقق منها تخرج اشاره موجبه انظر اصبحت تخرج لنا اشاره موجبه بهذا الشكل ثم نمر الى هنا ونقوم بالفتح يعني هنا اشاره موجبه اذا اردت تخرج لنا اشاره موجبه هنا واشاره سالبه نقوم بنزع لمبه الفحص والتحقق من ذلك اقوم بوضع لمبه الفحص على السلكان حتى يشتغل المصباح او ناتي بمحرك احسن نقوم بوضعه حتى يقوم بالفتح والغلق اه لما اقوم بربط السلك البرتقالي البرتقالي والبرتقالي بخط اسود قلنا نقوم بربطه مع السالب بهذا الشكل ثم نلاحظ هنا فتح معنا وهنا اغلق في بعض الاحيان اذا حدث لك العكس قمت بالضغط على الفتح اغلق و قمت بالغلق افتح فتح قم فقط بقلب هذه الاسلاك فقط لنستمع اخواني انظروا انظروا فقط عندما اقوم بالضغط يغلق ثم يرجع قليلا لو نلاحظ نلاحظ رجع قليلا نلاحظ تلك الرجعة قليلا لو نلاحظها هذه هي التي تحدثنا على عمل هذا الجمبر لو نلاحظه لو قمنا بنزعه لو قمت بنزعه سنلاحظ كيف سيحدث سيبقى ثلاث ثواني انظر اقوم بالغلق انظر يعني تبقى الكهرباء لمده ثلاث ثواني تقريبا بالمحرك لكن عندما اقوم بارجاع الجمبر هذا الجمبر معناته يقوم فقط بعمليه توصيل السلك الموجودان بالداخل انظروا الان بسرعه يعمل تلك الخبطه اذا هذه هي طريقه تركيب الاسلاك هنا يتبقى لنا هذا السلكان هذان السلكان البنيان نقوم فقط بتوصيلهما بالاشاره نذهب الى جنب باب السائق بالاسفل في الضافرة ناتي بلمبه الفحص نضعها بالموجب بهذا الشكل ثم ناتي ب عصا الإشارة أو ذراع التحكم بالإشارة الغمازة تقوم بإنزالها للأسفل وتفحص الإسلاك إلى أن تشتغل معي الإشارة أقوم بالضغط بهذا الشكل ثم إلى أن تشتغل الإشارة أعرف بأن هذا هو السلك المطلوب بهذا الشكل لو نلاحظ عندما أقوم بفحص سلك الإسلاك أجد سلك يغمز معي أقوم بربط هذا السلك معه ثم أرفع يد الإشارة إلى الأعلى وأقوم بمعاودة فحص الأسلاك وفي كل مرة أقوم بالضغط بهذا الشكل إلى أن أزيد سلك تشتغل به الإشارة أقوم بربطه هو الآخر وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الأسلاك يتبقى لنا الأحمر قلنا نقوم بربطه مباشرة مع زر باب السائق لكي عندما نقوم بأي شخص يقوم بفتح باب السائق بدون الريموت تقوم بعمل جرس انذار ثم نقوم بوضع السالب لمبه الفحص ثم ناتي الى الاخضر نقوم بفحصه بهذا الشكل عندما تفتح السياره لن يشتغل لكن عندما تقوم باغلاق السياره سيشتغل من المفروض ساقوم بوضعه بالموجب ها هو اشتغل معنا يعني هنا يخرج لنا اشاره سالبه بعمليه فحص الزجاج لو قمنا بفتح السياره هنا لون واحد الإشارة لكن عندما أقوم بالضغط على الغلق يعطينا إشارة سالبة لوحدة رفع الزجاج لكي يرتفع معنا الزجاج طبعا العديد من الإخوان يعتقد أن هذا السلك مباشرة نقوم بربطه مع وحدة رفع الزجاج سترتفع لا يا إخواني ستحتاج وحدة رفع الزجاج إلى قطعة مثل هذه بها أسلاك تقوم بتركيبها مع وحدة رفع الزجاج وتلك الاسلاك منها كلها تقوم بربط هذا السلك مع احد تلك الاسلاك لكي تشتغل هذه المنظومه وليس فقط تقوم بتركيب هذا السلك مع منظومه رفع الزجاج لا ثم يتبقى لنا هذا السلك ناتي بجهاز الانذار هذا السلك خاص بجهاز الانذار اخواني نقوم بتركيبه بهذا الشكل دائما هذا اقوم بربطه بسالب البطاريه او جسم السياره وهذا السلك نقوم بربطه مع السلك الوردي بهذا الشكل ونلاحظ <applause> بهذا الشكل تتبقى لهذه القطعة فقط هي التي نقوم بتركيبها هنا وهي اللات بهذا الشكل هنا لو نلاحظ عندما تكون مغلقة السيارة تكون تعمل بهذا الشكل وعندما أقوم بفتح السيارة تنطفئ هذا مصباح اللاد بهذا الشكل وعندما أغلق السيارة يبقى مصباح اللاد يعمل بهذا الشكل إخواني في الحلقة المقبلة سيكون درس إن شاء الله تطبيقي على السيارة ولمزيد من الأسئلة أطرحها أسفل الفيديو وسنجيب عليها بإذن الله إذا نال الفيديو إعجابكم لا تبخلوا علينا بالنقر على زر اعجاب وكذلك الضغط على زر اشتراك وتفعيل خاصية الجرس دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته